بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا للمحاضرة اللي فاتت لعند موضوع اللي هو الريجنج للليج للرجل، تمام، وكملنا بدون ما نعمل اللي هو التفاصيل الرجل، كملنا وعملنا ميرور وعملنا اللي هو سكيننج، يعني ربطنا العظم مع الموديل تبعنا وشفنا مع بعض. خلينا يعني نشوف هنا لوين وصلنا للمرحلة هاي بدون طبعا تفاصيل. وقلنا كنا عملنا اللي هو ضفنا اي كي للحركة العكسية للرجل، يمكن فحصناها كمان مع بعض. هاي لما نجي نحرك الرجل بالشكل هذا، تمام، يحرك اللي هو برضو البول فيكتور اللي هو هذا الأساس، الحركات الركبة، تمام. وقفنا لعند اللي هو طبعا عملنا ميرور للشكل اللي هم العظمات اللي هان، تمام. الآن خلينا احنا نيجي الآن للتفاصيل ونشوف كيف نعمل اليوم ريجينج تفصيلي اللي هو للرجل، عشان حركات اللي هو الرجل التفصيلي هنا. طبعا يعني احنا حركة الرجل هاي يعني صعبة شوية حاليا، لانه احنا مش حاطين اي كي، فعشان هيك الان حنروح نفتح الملف من الصفر، تمام، ونرجع اللي هو للشغل تبعنا، نشتغل بالنوع من التفصيل. بس حنرجع يعني نعيد اللي هم الاي كي اللي هو الليج، وبعدين نشوف الفوت، تمام. فهي بشكل سريع، او قبل ما نضيف اللي هو نلاحظ هنا لو احنا نروح مثلا على البوز مود، تمام، ونحاول نحرك اللي هو الرجل هاي، نحركها. طبعا لاحظ بتقدرش تحرك او، تمام، ليش؟ لانه مش مضيفين احنا يعني اي كي او شيء زي، عشان الحركة العكسية، تمام. لكن الحركة الامامية الفورورد، اي اذا حركت الاب بتحرك مع ايش؟ بتحرك مع جميع الابناء. لكن لو بتحرك الابن، طبعا مشكلة الابن اذا بتحرك ما بتحرك مع اللي هم ايش الاب يعني، تمام. عشان هيك احنا لازم اللي هو اضافة الاي كي، لازم اضافة اللي هو الاي كي، تمام. احنا هنا نضيف عظمتين، نروح على اللي هو الايديت مود، نضيف عظمة هنا وي اكسترود، خليها في اللي هو الواي، تمام. وبرضه ها نفس القصة، هي اكسترود على الواي، هذا عشان نمسك الرجل منها، وهي عشان الركبة. هذا هنخليها مكانها، بس هنفصلها باللي هو الت بي، الت بي اللي هيها كلير بيرنت، تمام. وهي نفس القصة برضه، هنفصلها الت بي كلير بيرنت، تمام. وبعدين ناخدها نحركها على اللي هو الواي، نبعدها شوي عن الركبة، تمام. والآن بدنا ايش نسميهم؟ هنسميه اللي هو سي ليج بول دوت ال، طبعا اساسا احنا نعمل ميرور. وهي نفس القصة برضو، بدنا نسميها برضو من هنا، يعني اللي هو اتش ليج اي كي دوت ال، نفس ما يعني عملنا المحاضرة اللي فاتت. الآن نيجي عاد على هاي عشان نضيف لها اللي هو الكونسترينت. كيف نضيف الكونسترينت لهاي؟
نروح على اللي هو البوز مود، تمام، اللي هو هاي بون بروبرتيز، اد بون كونسترينتس، انفرس اي كي. التارجت طبعا اللي هو نفس هذا يعني البون، طبعا هذا ارميتشر مش مسمينه احنا، بس ممكن نسميه، مش مشكلة نسميه جيم. مثلا ريج، جيم ريج مثلا. الآن هنا تمام بدنا اللي هو البون اللي هو هذا المتحكم، يعني ايش سمينا احنا اتش ليج اي كي، والتارجت البول تارجت تمام برضو نفس القصة اللي هو الجيم ريج هنا، وهنا الاسم هذا سي ليج بول، سي تمام. الآن في نقطة مهمة للتشين، احنا قلنا هاي واحدة هاي تنتين بيتحكم، واحد هاي اثنين تمام. في برضو كمان البول انجل، هاي احيانا قلنا انه بدنا نحط 90 او سالب 90 حسب يعني الوضع اللي عندنا، تمام. الآن هيك احنا بنكون ربطنا تمام، وهنا نفس القصة لو بدي أجرب برضو هاي، أوكي هيها تحركت تمام. الآن عاد خلينا نبدأ في اللي هو الريجينج التفصيلي للرجل، نضيف اي كي هنا وكذلك كمان اي كي هنا، وكل اي كي طبعا ايش بده؟ بده اللي هو الهيلبر وبده للبول. نروح بس على السلايد تمام، هذا احنا خلصناها، هاي اللي حنضيف، وحنضيف هنا عظمة تمام، هذه العظمة حتتحكم في كل العظم تمام، وكذلك هنا برضو عظمة حتتحكم في الفوت تب، وهان برضو كمان عظمة للرول تمام. وبعدين نبدأ اللي هو نضيف كل واحدة أو كل يعني اي كي بنضيف له قلنا ايش عظمتين، الاتش وال للبول والاتش للاي كي أو سي يعني ممكن تسميها تمام. خلينا في الأول نضيف العظمتين اللي هو ال هذا السي روت او السي فوت، هذا السي فوت، سي فوت هاي، وهذا السي فوت تب، وهي سي فوت رول تمام. نعد ممكن نبداها من هنا، نعمل اختار هاي بس طبعا نروح على الايديت مود تمام، ونعمل اكسترود عادي مش مشكلة، نعمل اكسترود هان هيك واكسترود كمان مرة تمام، اكسترود اكسترود الحين الاكسترود هنا وكمان اكسترود كي مبدئيا هان وخلينا بس نخفي الاسماء هاي النيمز عشان هاوغنش علينا. الان هاي بدنا نحذفها تمام، نحذفها ونعمل يعني هاي اكس سايبون، وبدنا نحذف البيرنتين كمان
هذه احنا بس عشان الرسم يعني حطيناها، فبدنا نشيلها. Alt P و Clear Parent. تمام. هلا السيكسر هذه ايش؟ ما لهاش علاقة بها يعني، ان هذه اللي حتتحكم في الرجل بعديك. تمام. كبر شوي، لان في شغلة مهمة هاي بدنا نعملها Alignment مع النقطة هاي. تمام. ففي شغلة هنا مهمة في الموضوع Alignment. تمام. بدنا نجيب الكيرسر هان، ال3D كيرسر، بنضغط هنا وبنروح على اللي هو شيفت مع الاس، شيفت مع حرف الاس، وبنختار كيرسر تو سيلكتد، يعني بنجيب الكيرسر بالضبط على النقطة هاي. كيرسر تو سيلكتد، الان جبنا الكيرسر هان. حلو. يبقى بنيجي على هاي النقطة كمان مرة، بنضغط عليها، بعدين نختار اللي هو شيفت مع الاس، وكيرسر نختار الخيار رقم 2 اللي هو كيرسر تو سيلكتد. هاي كيرسر تو سيلكتد. تمام. الان النقطه الثانيه بنيجي للنقطه اللي نعملها الاينمنت هاي. تمام. وبنروح برضو بنختار نفس القصه اتش اس، وبنروح سيلكشن تو كيرسر، يعني جبنا الكيرسر على المكان ونودي المكان هذا على المكان اللي فيه الكيرسر. سيلكشن تو كيرسر، صارت ايش هنا؟ النقطة اجت بالضبط، صارت على المكان هذا. هذه النقطة مهمة في الالاينمنت بشكل عام يعني. تمام. لان هذول العظمات هم اللي حيتحكموا في اللي هو حيتحكموا في الكل حركة في ال يعني في الفوت. تمام. هايهم العظمات هدول. بس في كمان عظمة أنا نضيفها هان، إيدة مود. تمام. هاي إي برضو، هذه التوي. تمام. هاي البوز مود، بس تأكد إن هذه معهم. أيوة. تمام. هاي اف ان هنسميها سي فوت دوت ال. تمام. وهاي هنسميها اللي هو السي فوت برضو للتب. هاي سي فوت تب ويضغط ال برضو، لان هاي هنسميه اللي هو سي فوت هذا للرول، عشان بس ان يعني ايش نخلي اللي هو الفوت هذا يلف. فسي هنشوف كمان شوية لما نجرب سي فوت اللي هو رول. هاي دوت ال، وهاي الان هاي العظمة للتوي اللي هي سي للتوي. سي هاي التوي برضو دوت ال، يعني حاول ما ننساش دوت ال هاي، عشان لما نيجي نعمل اللي هو الميرور، لما نيجي نعمل الميرور. تمام. الان هيك هنيجي نعمل الان الاي كي، بس قبل ما نعمل الاي كي بدنا اللي هو نضيف العظمات تبعت الاي كيز. هنروح الان عشان نشوفهم هنا في، طبعا هاي هم هنا مرتبين عشان انت ما تخربطش. هاي عندك عظمه هنا، وهي عظمه هان نهايه التو، وعظمه في ايها للتو برضو، وعظمة اللي هو الفوت، يعني عظمتين للفوت وعظمتين للتو اي كي. هاي الاسماء تبعتهم اتش فوت اي كي، اتش تو اي كي، واتش فوت بول، واتش تو بول. وهنا طبعا اللي هو الوصف لكيف احنا يعني اللي هو نضيفهم.
كيف نضيفهم بالتفصيل لو حتى أنت يعني ما كانش واضح لك اللي هو الفيديو. تمام، خلينا الآن نروح نضيفهم. تمام، بس قبل ما نضيف اللي هو بدنا نخلي بس هاي. تمام، شفت هاي اللي ضفناها وسميناها، بدنا نخليهم اللي هم أبناء. بدنا بس هذه في الإديت مود. إديت مود، تمام، تكون هذا هو الأب لإله. بنعمل برنتنج يعني، طبعا كنترول مع حرف البي، كنترول مع حرف البي، وهذول كلهم أبناء، أبناء لهاي، كلهم أبناء لهاي. ما أصلا هيك هيك فيش مشكلة يعني، من هذا بدي يكون إيش عن أب لهم كلهم للتأكيد. تمام، لأن إحنا ممكن نخفي هذول وعلى إديت مود. هذول بسان أي حرف الاتش في مشان نقدر اللي هو. طيب، لأن إحنا حنضيف فان هاي اكسترود اي، هاي هذا اللي هو عشان الاي كي. تمام، وهان نفس القصة برضو، هاي اي، هاي كمان واحد. تمام، الان هذا نعمله دوبليكيت، هاي شيفت دي، وهذا كذلك نعمله دوبليكيت، هاي شيفت. دائما لما يكون عند اي كي، الاي كي ده بده ايش؟ بده يعني متحكم للبول ومتحكم للاي كي نفسه، فهذا للبول. تمام، خلي حاليا هنا هذول الاثنين مش مشكلة. تعال الحين نسميهم، بدنا نسمي هذا اللي هو الفوت اي كي، وهذا التو اي كي. هذا الفوت اي كي، اي اتش فوت اندرسكور اي كي اي دوت ال اي كي تحتاني اي كي اي كي، وهذا برضو اي كي. تمام، لان هذا اي سي او اتش فوت بول دوت ال، وهذا اللي هو ايش برضو نفس القصة اتش تو بول، لأن احنا بدنا زي ما حكينا تو اي كي نعمل. طيب الان بس هاي البيرنتنج هنا بدنا نشيلها، يعني الت بي كلير بيرنت، وهنا نفس القصة برضو الت بي كلير بيرنت. هذول عندنا متحكمات يعني بس نستخدمهم للعظم أساس إنه يعني ممكن يكونوا مناسبين. تمام، الآن نظهر كل العظمات ونضيف إنه اللي هو الاي كي، نضيف الاي كي. طيب الآن حنضيف الاي كي للعظمة هاي الفوت. تمام، وبعدين العظمة اللي هان هاي، هذه المتحكمات الآن يعني يعني مش هنستخدمهم. طيب هنا هاي نروح على البوز مود، هاي هادي، هاي اي كي، هاي التارجت تبعنا، هنا اسمها اللي هو الاتش سميناها اتش فوت، اتش فوت طبعا اي كي، وهاي اللي هو نضيف الثانية اللي هي اتش برضو فوت اللي هو بول. تمام، هنا بس نراعي المسألة هاي في 90، وهنا اللي هو بس واحد. تمام، هنا نفس الاشي برضو، بس خلي هادي
لامبر اي هاي تفلها برضو اي كي هاي انفرس كينيماتكس ونفس الاشي بدنا برضو هاي تكون هي المتحكم في الاي كي هذه اسمها اتش توي وبدنا اللي هو الفوقية هاي نفس الاشي بدنا اسمها اتش توي بول تمام الان بس انا اتحكم في عظمة واحدة برضو نشوف اذا في بس خلل او اشي عنا هان لا اعتقد فيش مشكلة لو في مشكلة ممكن حط 90 هان اذا بدها توجه عشان الاكس هاد طيب الان خلينا نجرب نشوف بس خلينا نخفي هدول الاول نخفي هاد المتحكمات تي اتش بس نشوف نجرب تمام هي تتحرك المنطقة هاي طبعا هاي هي بتلف الرجل وهاي نفس القصة ممكن تطلعها لفوق هاي ليش حتلفها تمام وهاي بتطلع رجل بالشكل هذا تمام خلينا بس هنا نرجعهم زي ما كانوا Alt G Alt G تمام الآن في شغلة هاد بس لما احنا بنحول من Edit Mode من Edit لل هنلاحظ في تغيير في الزاوية من إديت للبوز مود عشان هاي الزاوية تصير موحدة نروح على البوز مود ونروح على البوز هنا في شغلة هنا تشينج لا مش تشينج لا 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 في شغلة هنا يعني ممكن تكون مهمة شوية أبلاي أيوة apply pose as rest pose نشوف نجرب اها تقريبا هيك نفس الزاوية صارت طيب الان نظهر اللي هم المتحكمات الالت مع الاتش تمام الآن هاي العظمة اللي هي البول التو والعظمة هاي شفت مع المتحكم هذا الخارج اللي هو السي تو هيكون اب يعني كنترول بي كيب اوف سيت يبقى هذا الآن هيصير ايش لما يتحرك بتحرك مع اللي هو هاي واللي هاي تمام الآن نفس الإشي برضو هنا بدنا اللي هو هذا شيفت محال يتحكم فيهم اللي هو هذا هاي كنترول مع بي وهي كيب أوفست الآن وهاي بدنا تكون البيرنت إلها اللي هو العظمة يعني نضغط على هاي بعدين اللي هي هذا المتحكم الخارجي اللي هو الليج اي كي شيف وبنختار اللي هو السي فوت هذا رول تمام اساس ايش يكون هذا اب لهم هاي كنترول في هاي كيب اوفست هذا صار هو الاب لهاي تمام الان لو بدنا نروحنا على البوز مود ونحرك هنا هاي الار لما نحرك هذا بتحرك معهم ايش كل الابناء تمام وهنا نفس القصة
الالت ار، وهذا اللي هو اللي بتحكم في هذا وهاد في اللي هم التو. هاي ار نفس الاشي برضو، هاي بتحرك هذول مع. تمام. الان هذا برضو ممكن يتحكم في دوران اللي هو، طبعا عشان يبين هاد، عشان يبين تمام بدنا اللي هو نخفيهم شوي عشان نشوف هذا لما بتحرك هاي بلف معاه اللي هو ايش اللي هو تمام خلص. تمام، لان هذا لو بدنا احنا لو فوق هي ممتاز، ايش مشاكل يعني بدك انت ايش تجرب لهم المتحكمات هاي حساس تشوف انه الامور ماشية يعني بدون مشاكل. تمام، الان لو بدنا نعمل روتيت لهاي مثلا، هاي الرجل كلها بتتحرك ايش مشاكل. لو بدي امسكها كلها واحركها برضه نفس القصة، حرك بدون اي مشكلة. لو بدي نحرك برضو هاي كمان نفس الاشي، هي روتيت، لاحظ رجل تحرك بس من المنطقة هاي لحالها. كنترول زد. الان لو بدنا برضو زي ما حكينا نحرك هاي فيش مشكلة، وهذه حركناها، وهذا بنعمل روتيت برضو تمام، والرجل واقفة يعني. تمام، الآن هاي المفروض لما إحنا نحركها هذه تتحرك معها على أساس إنه هذه تضلها عقبال الركبة موجودة. فعشان هيك إيش بدنا نعمل هنا؟ بدنا اللي هو نروح على الإديت مود وبس نخلي هاي ابن لهاي، شفت شفت سيلكت، بعدين اللي هو كنترول مع حرف البي وكيب أوفسيت. تمام، نرجع للبوز مود، لما نحرك هاي تحرك اللي هو هاي معها وبتضلها اللي هو ايش يعني تحرك اللي هو الركبة. تمام، هاي الت جي نفس القصة تمام، ونفس الاشي برضو هاي لو بدنا احنا نعمل روتيت على اكس مثلا او على شكل الواي على زد. تمام، هاي صارت ايش او هاي تتحرك مع الركبة. طيب الان في ضايل بس شغلة، لما هدول المتحكمات تاعت البول للاي كي للفوت ممكن احنا نروح على الإديت مود ونخليهم هيك في مكان أنا اللي مش مرتاحين شوية. تمام، حتى لما نيجي نرفع هاي تمام هدول هم موجودين ده فوق، هذا بيحرك اللي هو الرجل، وهذولا بيحركوا اللي هما. طيب تمام، الآن هيك أعتقد هاي ألت جي وهاي برضو ألت جي. تمام، خلينا بس نشيل اللي هما الأكسس. تمام، في هذول كمان ممكن احنا عشان ما يصيرش عندنا مشاكل في الديفورميشن، خاصية الديفورم نشيلها من كل المتحكمات، كل اشي متحكم فقط نشيل منه ديفورميشن عشان لما نعمل السكيننج هذول نفسهم ما يأثروش
على اللي هو ال يعني الأوبجكت نفسه تبعنا أو الموديل. هذول كلهم بدنا نشيل خاصية الديفورم. الديفورم فقط للعظم الداخلي، للعظم اللي لما يتحرك بتحرك مع الجسم، بس هذول بيحركوا العظم. تمام، يعني نتأكد إنه كل التحكمات الخارجية هاي ملهاش في الديفورم، يعني نشيل خاصية الديفورم منها. تمام، هيك تقريبا يعني الأساسيات. الريجنج في الرجل تقريبا عملناها كلياتها. في المحاضرة الجاية إن شاء الله يعني هنشوف ممكن نعمل اللي هو الباقي الجسم، يعني التورسو الجذع والإيد، ونشوف بعض اللي هو الأساسيات المهمة في اللي هو الريجنج. هنا بس في شغلة، تمام، الموضوع التسميات، موضوع التسميات. طبعا هذا الشكل عندنا احنا ايش سميناه؟ سميناه اللي هو الجيم ريج، جيم اسم الشخصية ريج. تمام، هدول عشانهم على اليمين قلنا لازم نحط لهم حرف ال. تمام، نفترض انه مثلا هاي فيش الا حرف ال، او احنا نسيين مثلا، او انت مش ضايف ال لهم، بس كاش تروح ترجع ايش تعمل من اول وجديد. ففي خاصية هنا نروح على الايديت مود في التسميات، يعني نختارهم كلهم بحرف ال A، وبعدين نروح على ارميتشر، في حاجة اسمها نيمز او تو نيم ليفت رايت، او تو نيم ليفت رايت. هذا بروح بحط لك مباشرة حرف ال على اي اللي هو، تلاحظ هاي هذه اللي احنا شلنا ال منها، هي رجع حط لها حرف ال. فانت لو ما ضفتش ال يعني للتسميات، تمام، بروح مباشرة وبضيف لك الهم. هاي هنا بس ايش المشكلة؟ عاد راح نضيف لنا حرف ال على اللي هم هذول البونز. طبعا هذول لو هن لو جيات في النص بالضبط، المفروض انه ما يعني ما ايش ما يحط لهم مش حرف. يعني على كل هذه الخاصية موجودة يعني مهمة، اللي هي كمان مرة اللي هي ارميتشر نيمز اوتو نيم ليفت رايت. تمام، بس بدك تلاحظ او يعني تقعد يعني ان تنتبه انه ما يحطش اللي هو الف النص، لانه احنا ما بدنا هي تتكرر لما نعمل ميرور. ان اي اشي في له ال بروح مباشرة، هي هذا حتى ار. طبعا حسب المشكلة ايش راح حسبهم، حسب مين الاقرب لليمين ومين الاقرب للشمال. على كل اللي احنا اللي في النص هدول بدناش يتكرر، يعني بدناش نعملهم ميرور، بدنا ناخد في عين الاعتبار انه بدناش يكون فيهم لا حرف ال ولا حرف الار. تمام، هاي بس نقطة مهمة يعني تسميات. تمام، هيك لو احنا بدك تعمل ميرور الآن تقدر تعمل ميرور، تقدر تعمل سكيننج وتجرب على اللي هو الشخصية، لكن احنا هنوقف لهنا، والمرة الجاية ان شاء الله منكمل. يعطيكم العافية ونشوفكم المحاضرة الجاية ان شاء الله.